يتميز الجبل الأخضر بتضاريسه وغاباته وسهوله وبتنوع الحياة البرية فيه، كما يتميز بأوديته الكثيرة والمتشعبة، فمنها ما هو العميق والوعر، ومنها ما هو الواسع والمنبسط. من هذه الأودية ما يشق الطبقة العليا وآخر يشق الطبقة الوسطى، إلا أن تلك الأودية التي تقطع الطبقة الساحلية تميزت بكثرة ينابيعها وتنوع الحياة البرية فيها والغطاء النباتي، مما جعلها مقاما مناسبا لسكان الإقليم منذ القدم. الكثير من الأودية الساحلية تحتوي على آثار تدل على ازدهار النشاط البشري منذ فترة ما قبل التاريخ، وما زال هذا النشاط مستمراً حتى هذا اليوم، حيث توجد آثار لمستعمرات زراعية وبقايا سدود لحجز المياه وحفظ التربة وكهوف كثيرة سكنها الإنسان ولجأ إليها واتخذها سكناً وملاذاً. هناك كهوف رسمت على جدرانها نقوش ترجع إلى فترة ما قبل التاريخ، وكهوف أخرى اتخذها المسيحيون دوراً للعبادة خلال الفترة الممتدة من القرن الأول ميلادية وحتى بدايات القرن الرابع للميلاد، والتي تعرف تاريخياً بفترة اضطهاد الرومان للمسيحيين. كما تحتوي بعض الكهوف على آثار تعود للعصر الوسيط، وتشير بعض المراجع إلى أن سكان الإقليم لجأوا إلى الأودية وكهوفها بعد القرن التاسع للميلاد في الفترات التي شهد فيها الإقليم مجاعات وانتشار للأوبئة. من بين هذه الأودية والتي تزخر بآثار ترصد نشاطات بشرية في فترات مختلفة وتحمل أسراراً تاريخية، هو وادي الإنجيل.
من خلال دراسة تاريخ المنطقة منذ نشأتها قبل حوالي 8 قرون، يتضح أن أعواماً من الجدب وما يتبعها من مجاعات مهلكة قد أصابت المنطقة وما يجاورها من مناطق، خاصة عام 1147 ميلادية، فقد غادر الناس البلاد والقرى، ودخل أكثرهم كما ذكر ابن الأثير إلى مناطق وعرة بالأودية لحماية أنفسهم، واتخذوا كهوفها وأوشازها ملجأً وملاذاً. اتخذ المسيحيون منذ القرن الأول الميلادي تلك الأوشاز والكهوف ملجأً لهم من ملاحقة الوثنيين والرومان، وأنشأوا داخل الأودية مجتمعات دينية واتخذوا دوراً سرية للعبادة، والمرجح أنهم استمروا في ذلك حتى بداية القرن الرابع ميلادية عندما وصل إليهم الرومان فأحرقوا مقراتهم ودمروها، مما اضطر بعضهم للجوء إلى المناطق الجنوبية للجبل الأخضر. يتحدث الأديب والطبيب عبد اللطيف البغدادي عن أحداث مفجعة حلت مع بداية عام 1189 ميلادية بسبب المجاعة والأوبئة، حيث أكل فيها الناس الميتات والجيف والكلاب والروث، ثم تعدوا ذلك حتى أكلوا صغار بني آدم. وينقل الرحالة التيجاني عن أحوال برقة عام 1295 ميلادية صورة هبت فيها رياح سوداء مظلمة من برقة حاملة ترابا غطى الزرع ووصلت لمصر، فانتشرت المجاعة وأكل الناس الميتة من الكلاب والمواشي والبشر. وتلا هذه المجاعة انتشار وباء الطاعون فاكتسح مصر وبرقة. كما نقل الرحالة الحسن الوزان الذي تمت رحلاته بين عامي 1504 و 1521 ميلادية صورة عن سكان الإقليم، ذكر فيها أن حياتهم كانت بائسة وبعيدة عن جميع الأماكن المأهولة بالسكان، ولا ينمو عندهم شيء من الحبوب قط. وحتى عهد قريب يشير الرحالة بيشي عام 1821 ميلادية عندما كان ماراً بمنطقة الجبل الأخضر إلى أن مدينة درنا قد دمرها الطاعون، وكانت الطرقات والدروب في الجبل الأخضر مليئة بالضباع وابن آوى. ومن خلال ما نقل عن المؤرخين والرحالة في حقب وفترات تاريخية مختلفة، يتضح جلياً أسباب إنشاء وإعداد مساكن الأجراف في جوانب أودية الجبل الصخرية حقبة أعوام الجدب والمجاعات وتفشي الأمراض والأوبئة والكوارث الطبيعية، وساهمت في وقاية الناس من تفشي عدوى الطاعون وجنبتهم مخاطر الاعتداء والسطو. في الجنوب الغربي من الوادي يوجد تشكيل صخري يشبه لهات الحلق قرب منطقة سيدي خالد ومنطقة عين مارة، ويعتبر هذا التكوين الصخري من أصعب الأماكن بالوادي، ويحتوي أعلى أجرافه على كهوف ذات أسماء عجيبة مثل كهف العكيش، كهف النار، كهف دعاز، وكهف بوصور. تتقابل هذه الكهوف عبر التواء الوادي، كما يوجد كهف معلق محفور في الطرف الغربي من منتصف وادي الإنجيل يعرف باسم تيجة يونس، وهو عبارة عن تجويف طبيعي
يعلو سفح الوادي بمسافة لا تقل عن 30 مترا. وتروي الذاكرة التراثية أن يونس كان رجلاً فقيهاً مختصاً بإنشاءات الكهوف ومسؤولاً عليها في تلك المنطقة. سكن هو وعائلته الكهف في العصر الوسيط. من الواضح أن الإنسان استغل ينابيع الماء الكثيرة بالوادي عبر حقب تاريخية مختلفة، ويدل على ذلك وجود بعض الآثار التي يعود بعضها للعصر الروماني، كما استغل سكان تلك المناطق بعض الكهوف والأوشاز المعلقة القريبة من منابع الماء كملجأ في فترات المجاعة وانتشار الأوبئة. يقع كهف بوصور شرق مغارة الإنجيل، ويتصل بها عن طريق درب حجري أعد بين الوجزين. وكلمة بوصور حسب ما اعتمدت في المراجع هي تحريف لكلمة بوصور، حيث أخذ الكهف اسمه من السور الذي بني على مدخله لتحصينه من المعتدين. الكهف يعتبر من أكبر الكهوف في وادي الإنجيل، حيث يعتبر في الفترة التي سكن فيها السكان الكهوف مجمعاً سكنياً يسد سور من الأحجار مدخل الكهف بارتفاع لا يقل عن 3 أمتار. يوجد المدخل شرق الكهف بارتفاع متر تقريباً وعرض 60 سنتيمترا. وتوجد بالجدار فتحات هي مجرد خلايا نحل نحتت بصورة مائلة لكي لا يصطدم النحل عند عودته إلى الخلية بالجدار، ويجد الفرصة للهبوط براحة عند فوهة الخلية الحجرية، ويسمى هذا الحيز محلياً باسم مهدة. كهف بوصور عبارة عن تجويف طبيعي لم يتدخل الإنسان في نحته، واسع من الداخل، ويتكون من الكهف الرئيسي وملحق صغير انهار جدار تحصينه وبقي منه ما يشير إلى استخدامه كمكان لتربية النحل وإنتاج العسل. أنا متواجد الآن في كهف بوصور، وهو كهف كبير وكبير ضخم الحقيقة، مكون من باحة رئيسية وملحق في جهة تلك. يعني يبدو أن الكهف ناتج عن انهيارات صخرية، يعني جيولوجيا هو عبارة عن كهف طبيعي، يعني تكوين طبيعي لم يقم بنحت الإنسان، لكن الإنسان قام ببناء صور على الكهف من الواجهة الأمامية، لذلك سمي كهف بوصور، وحرف التسمية مع الوقت في المراجع تكتب بوصور بالصاد. لأن مجموعة من الناس وليست يعني عائلة واحدة، ربما عائلات، سكنت هذا الكهف وقامت بإنشاء بعض الثقوب لكي تقوم بوضع الأشياء وصناعة الرفوف. طبعا اكتشفنا وجود جهة داخلية لكهف بوصور، وهذا لا يظهر للعين من جهة خارجية، وجود صف من الألواح على هيئة درب خشبي في تقريبا يعلو أرضية الكهف بمترين، ولكنه يطل على فتحة السور العليا. أكد لنا الخبراء أن هذه الممر الخشبي الموجود من الكهف من الداخل هو لحماية، حيث يقوم المدافعين على الكهف باستخدامه لصد أي هجوم على الكهف.
أيضا المدخل، تفصيل المدخل عبارة عن مدخل صغير يرتفع حوالي متر ونصف أو أقل، عرضه لا يتعدى النصف متر أو أكثر بقليل. هندسة هذا الكهف تعتبر عبقرية بالنسبة للناس بدائيين، وهو أن الكهف نفسه أو مدخل الكهف عندما يحاول أي معتدل الدخول فإنه يضطر إلى الانحناء بهذا الشكل ولا يستطيع الحركة بحيث أنه يستطيع استخدم السلاح. بالتالي المبادرة تكون للمدافعين على الكهف من الداخل حتى لا يسمحوا لأي معتدي بالدخول، وهذا هو الغرض من إقامة سور على أي كهف من هذه الكهوف الموجودة في الجبل الأخضر، وخاصة كبصور واحد من الكهوف المميزة هنا في الجنوب الشرقي من وادي الجين قرب عين مارا. في هذه الجهة تقع عين مارا، وفي تبعد حوالي 8 كيلومترات كرسة إلى الشمال، وهي المنطقة الساحلية، لكن هذا الوادي أو جزء من هذا الوادي أقرب لعين مارا من منطقة كرسة. كرسة تعتبر عين الماء وينابيع المياه ربما أقرب إليها، لذلك هذا الوادي مميز في قسم الجنوب الشرقي في وز الإنجيل وفي كهف بصور وفي كهف دعاز وفي كهف العكيش وفي كهف النار أيضا. وأماما في منتصف الوادي تقريبا فوق منبع مياه عين مضبيط يوجد كهف تيجة يونس. يقابل كهف بصور في الجهة الأخرى من الوادي كهف دعاز، وهو عبارة عن تجويف طبيعي يعلو سفح الوادي بمسافة لا تقل عن 40 مترا. والكهف حصن بجدار من الحجارة وأخشاب الأشجار، تركت فيه فتحات لوضع خلايا النحل بالإضافة إلى استغلال سكان الكهف للمنطقة خلف الجدار كقابو. يرى بعض البحاث أن كهف دعاز وكهوفاً أخرى ككهف النار والعكيش وتيجة يونس كانت مراكز للمراقبة والحراسة لحماية مرقس الإنجيلي الذي اتخذ مغارة الكنيسة مقراً له بعد عودته قبل أن يغادر وادي الإنجيل ويستقر بعدها في وادي مرقس. لا توجد مصادر تاريخية دقيقة حول المكان الذي استقر فيه القديس مرقس بعد عودته لليبيا، ويعتمد الكثير من البحاث على الروايات المحلية والاجتهادات العملية والبحثية، ويعتبر الباحث الليبي داود حلاق هو أول من أشار إلى إمكانية لجوء مرقس إلى الوادي عندما زار مغارة الكنيسة عام 1987 من القرن الماضي.
تقع مغارة الإنجيل، والتي تعرف محليا باسم مغارة الكنيسة أو مغارة الحبس، في الجنوب الغربي من الوادي، محفورة بصورة خفية عن الأنظار على ارتفاع 10 أمتار من مستوى سطح الأرض في قلب الجرف الصخري، وترتفع عن قاع الوادي نفسه مسافة لا تقل عن 40 مترا. يقع هذا المقر إلى الغرب قليلا من كهف بوصور، ويقابله في الجرف المقابل كهف العكيش، وموقعها في بقعة لا ترى بسهولة حتى عندما يقف الناظر إليها من الجهة المقابلة للوادي، ولا يمكن الوصول إلى المغارة إلا بتتبع آثار درب سري نحت في الجرف الصخري للوادي صعودا، ومحاط بأشجار الزيتون البرية وبعض النباتات التي تجعله مخفيا عن الأنظار. ويلتف هذا الدرب من بدايته حول التواء الجرف إلى الجهة الأخرى حتى يصل إلى مدخل كهف بوصور، ومن هناك وعبر منحدر وعر يتجه نزولا إلى درب سري آخر يعلو الوادي بحوالي 50 مترا، ينتهي إلى المقرات السرية تحت مغارة الكنيسة. ويرجح أن مرقس الإنجيلي عند عودته لموطنه في ليبيا منتصف القرن الأول ميلادية نزل في هذه المغارة وأقام فيها بعيداً عن الأنظار، وأثناء فترة مكوثه بها شرع في تدوين إنجيله الذي يعتبر من الأناجيل الأربعة القانونية التي تعترف بها الكنائس المسيحية في الوقت الحالي. ومع ازدياد عدد أتباعه ومريديه ولصعوبة الوادي وتضاريسه وقلة موارده، انتقل بعدها إلى وادي مرقس الذي يبعد عن وادي الإنجيل حوالي 15 كيلومترا إلى الغرب، والذي يتمتع بمساحة أكبر وتضاريس أقل وعورة وبيئة مناسبة للزراعة والرعي، وأسس هناك مجتمعا مسيحيا مخفيا وبعيدا عن ملاحقة الرومان والوثنيين.